الوشم في الثقافة الأمازيغية ظهر قديما في دول شمال إفريقيا، حيث كان يعتقد أن للوشم وظيفة علاجية وهي الحماية من الأمراض العضوية والنفسية. كان الأمازيغ يشمون النقط بجانب الأنف للحماية من أمراض الأسنان، أو بجانب العين للوقاية من الأمراض التي تصيب العيون. ارتبط الوشم أيضا بمعاني الأنوثة والخصب، فلا تشم إلا الفتاة المؤهلة للزواج، كما يعتبر دلالة على اكتمالها جمالا. من أبرز الرسوم المنتشرة عند غالبية الأمازيغيات علامة زائد، وهو ليس صليبا كما يعتقد الناس، بل اختصار لكلمة تام توت، أي الأنثى الجميلة. رغم اعتناق الأمازيغ أو بعدهم الإسلام، لم تندثر ثقافة الوشم، بل أصبحت صفة التي تميز المرأة الأمازيغية عن غيرها، وتوارثته الأجيال حتى الاستقلال تقريبا، أي منتصف القرن العشرين. وبعد ذلك أخذ الوشم منحى آخر وتعريف آخر وصفة أخرى ومظاهر جديدة. وشم الهواة والوشم الاحترافي يتضمن وضع صبغة في أديمة الجلد، وهذه طبقة من النسيج الجلدي أي الأديمة تقع تحت البشرة. بعد عملية الحقن الأولى تتوزع الصباغ في جميع أنحاء طبقة التجانس المتضررة للبشرة والأديمة العليا، وكلاهما عند وجود مواد غريبة ينشطان بالعات جهاز المناعة لتبتلع جزيئات الصباغ. وكمحاولة للاستشفاء، فإن البشرة التالفة تتقشر لتزيل الطبقة السطحية للصبغة في حين يتشكل النسيج الجيبي في طبقة الجلد الأعمق، والتي تتحول لاحقا إلى النسيج الضام لنمو الكولاجين. هذا يصلح الأديمة العليا، ولكن على المدى الطويل يتم إنشاء الوشم عن طريق قطع أو قص تصاميم في الجلد، ومن ثم فرك الجرح الناتج عن هذه القطع بالحبر أو بالرماد أو غيرها من المواد. بعض المجتمعات تقوم بإنشاء الوشم عن طريق إدخال الحبر داخل الجلد بالتنقير يدوي باستخدام عصي برؤوس لا تزال حادة أو عظام الحيوانات. الوشوم اليابانية التقليدية تستخدم طريقة النخز اليدوي، والذي هو إدخال الحبر تحت الجلد باستخدام وسائل غير كهربائية، أي باستخدام اليد والأدوات اليدوية كالإبر، المصنوعة من الخيزران المشحد أو الفولاذ المشحد. هذه طريقة تعرف باسم تيبوري. أصبحت وشوم هاواي بالتنقير اليدوي التقليدية تشهد نهضة بعد أن كانت تقريبا خامدة في السنوات التي تحت الاتصال بالغرب، وتنطوي العملية على صلوات وبروتوكولات طويلة، وتعتبر الشعيرة مقدسة أكثر من كونها بتطبيق الأعمال الفنية. وفيها يقوم الواشم باختيار الوشم بدلا من الموشوم استنادا إلى المعلومات الخاصة بالنسب. كل تصميم هو رمز يعبر عن المسؤولية الشخصية للموشوم ودوره في المجتمع. الأدوات تتكون من منقوشات يدوية مصنوعة من العظام أو الأنابيب، ومن دون استخدام للمعادن. آلات الوشم التقليدية ذات الوشيعة المزدوجة. الأسلوب أكثر شيوعاً من التوشيم في العصر الحديث هو آلة الوشم الكهربائية، والتي تدرج الحبر داخل الجلد من خلال إبرة واحدة أو مجموعة من الإبر الملتحمة على قضيب. هذا القضيب متصل بوحدة تذبذب. هذه الوحدة تقود الإبر إلى داخل وخارج الجلد بشكل متكرر وبسرعة، وعادة تكون من 80 إلى 150 مرة في الثانية. هذا الإجراء عادة يكون صحي ونظيف. الإبر تكون إبر ذات استخدام لمرة واحدة، والتي تأتي مغلفة بشكل منفرد. يجب على فنان الوشم أي الواشم ليس فقط غسل يديه، بل يجب عليه أيضا أن يقوم بغسل المنطقة التي سيقوم بوضع الوشم عليها، ويجب ارتداء القفة ويجب